بسم الله الرحمن الرحيم. رياضيات رابعه ابتدائي ترم اول. درسنا اليوم الاطوال. هندرس مع بعض كل الوحدات الاطوال اللي عدت علينا قبل كده. اول وحده اللي هي وحده الكيلومتر. الكيلومتر ديت بقيس بيها المسافات الكبيره زي المسافه ما بين المدن. وعندي الوحده الثانيه اللي هي وحده المتر. وحده المتر اللي انا بقيس بيها حاجات انا بشوفها قدام عيني زي مثلا طول الشارع، طول عماره. وعندي واحده كمان اللي هي وحده السنتيمتر، اللي هي زي مثلا مطلوب منك ارسم لي في الكراسه بتاعتك قطعه مستقيمه طولها 5 سم. فبتبدا ترسم بالايه؟ الوحده بتاعتك المستخدمه السنتي. وعندي وحده كمان لقياس طول زي مثلا الحشرات، حاجات صغيره جدا بالمليمتر. فباخد الوحدات بتاعتي دي كلها بحطها في قطر التحويلات بتاعي. فبقول من الكيلومتر للمتر بضرب في 1000، من المتر للديسي بضرب في 10، من الديسي للسنتي بضرب في 10، من السنتي للملي بضرب في 10. لما باجي ارجع بالتحويله للعكس بقسم، يبقى من الملي للسنتي بقسم على 10، من السنتي للديسي بقسم على 10، من الديسي للمتر بقسم على 10، من المتر للكيلومتر بقسم على 1000. ناخد كده مع بعض الامثله. بيقول لي اكمل 5 متر بتساوي كام سنتي؟ طبعا من المتر للسنتي انا عندي من المتر للسنتي كده بمشي خطوتين، يعني من المتر للديسي بضرب في 10، من الديسي للسنتي بضرب في 10، يبقى كده ضربت 10 في 10، 10 في 10 ب 100. يبقى كده ارجع لمسالتي بقى. 5 متر بتساوي كام سنتي؟ يبقى ال 5 في 100 بتساوي 500 سنتي. 4 سنتي بتساوي كام ملي؟ طبعا في التحويله بتاعتي من السنتي للملي بضرب في ايه؟ في 10. يبقى 4 في 10 ب 40 ملي. عندي 800 سنتي بتساوي كام متر؟ انا خلي بالك انا دلوقتي بعمل ايه؟ بمشي العكس، انا واقفه عند السنتي ورايحه للمتر. يعني كده هقسم على كام؟ على 100. عشان 10 في 10 يبقى كده هقسم على ايه؟ على 100. نيجي كده في مسالتي. يبقى 800 على 100 هتساوي 8 متر. نص متر بتساوي كام سنتي؟ المتر الواحد في 100 سنتي، يبقى نص ال 100 50 سنتي. ربع متر بتساوي كام سنتي؟ المتر احنا اتفقنا بيساوي 100، يبقى ربع ال 100 25 سنتي. ثلاث ارباع متر بتساوي كام سنتي؟ احنا اتفقنا الثلاث ارباع ده عباره عن نص زائد ايه؟ ربع. والنص 50 والربع 25. يبقى 25 زائد 50 بتساوي 75 سنتي. يلا بينا كده. بيقول لي ايه؟ ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي 3 أمتار و5 سنتي. الناحية التانية 35 سنتي. لازم الوحدتين بتوع الناحيتين بتوع عشان أحط العلامة لازم الوحدتين يكونوا بنفس الإيه؟ بنفس الوحدة. هنا طبعًا عندي أمتار وسنتي والناحية التانية عندي سنتي. حول المتر ده للسنتي. يبقى 3 متر من المتر للسنتي بضرب في 100 يعني 300 زائد ال 5 سنتي. يبقى 300 زائد 5 بتساوي 305 سنتي. والناحيه الثانيه في كام؟ 35. يبقى مين الكبير؟ 305 سنتي ولا 35؟ يبقى 305 سنتي ايه؟ اكبر. يبقى اقول 3 امتار و5 سنتي اكبر من 35 سنتي. شوف مساله ثانيه. متران و75 سنتي والناحيه الثانيه ثلاثة أمتار إلا ربع. متران اتفقنا متران لما أحول المتر للسنتي بضرب في 100 يبقى كده إيه؟ هتساوي إيه؟ 200 زائد ال 75 بتساوي، يبقى 200 زائد 75 هتساوي 275 سنتي. نروح للناحية التانية. ثلاثة أمتار إلا ربع، خلي بالك من إلا دي. ثلاثة أمتار إلا ربع، إلا يعني بطرح. ثلاثة أمتار 3 متر دي اللي هي بنقول إيه؟ 3 في 100 هتساوي إيه؟ 300. إلا إحنا اتفقنا المطرح يبقى ناقص. الربع إحنا لسه قايلينها فوق. كنا قايلين إن الربع متر بيساوي كام؟ 25 سنتي. يبقى إلا ربع يبقى ناقص 25، يبقى 300 ناقص 25 بتساوي 275 سنتي. يبقى هنا عندي 275 سنتي وهنا عندي 275 سنتي. يبقى في النص هحط ايه؟ يساوي. يبقى متران و 75 سنتي بتساوي 3 امتار الا ربع. نتكلم بقى عن المحيط. المحيط اصلا في التعريف العمومي بتاعه ان انا بحوط حوالين الشكل. اي شكل قدامي بحوط حواليه يبقى هو ده المحيط. عشان كده في تعريف المحيط بيقول لك هو ايه؟ هو طول الخط الخارجي لهذا الشكل. يبقى محيط اي مضلع بيساوي ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. باخد الاضلاع بتاعت اي مضلع واجمعهم على بعض، يبقى محيط اي مضلع مجموع اطوال اضلاعه. ناخد امثله بقى معايا. يقول لي اوجد
محيط كل مضلع من ميل. أوجد محيط كل مضلع من ميل. رقم واحد يقول لي مضلع رباعي أطول أضلاعه 5 سنتي 4 سنتي 10 سنتي 6 سنتي. طبعا ده مضلع رباعي يعني عنده 4 أضلاع وهو جايب لي أطوالهم. فأقول مع بعض كده هوت محيط المضلع بيساوي إيه؟ مجموع أطوال أضلاع. أخد بقى أطوال أضلاع كلها اللي هو جايبها وأجمعهم على بعض. يبقى 5 زائد 4 زائد 10 زائد 6 بتساوي 25 سنتي. ناخد مثال تاني يقول لي مثلث أطوال أضلاعه 8 سنتي و6 سنتي و10 سنتي. اتفقنا مع بعض كده القانون بتاعنا بيساوي ايه؟ محيط اي شكل اي مضلع محيط المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. عندي ثلاث اضلاع نجمعهم على بعض يلا بينا كده يعني هيساوي ايه؟ 8 زائد 6 زائد 10 يبقى كلهم مجموعهم كام؟ 24 سنتي. ناخد مثال كمان يقول لي شبه منحرف اطوال اضلاعه 3 سنتي و3 سنتي و3 سنتي و5 سنتي. نتأكد مع بعض كده من القانون بتاعنا اتفقنا محيط أي شكل أو محيط شبه المنحرف بيساوي مجموع أطوال أضلاع. ناخد الأضلاع بتاعتنا نجمعها على بعض يبقى 3 زائد 3 زائد 3 زائد 5 بتساوي 14 سنتي. يلا بينا كده مع بعض ناخد ملحوظات كده. بص معايا كده اهو أنا عندي هو الشكل اللي قدامي ده مربع. المربع عبارة عن ايه؟ لو انا فرضت ان المربع ده طول ضلعه بيساوي 5 سنتي يبقى 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 يعني بقول ايه؟ بتساوي 20 او ممكن بدل ما اقول تكرار الجمع اللي هو ايه؟ الضرب يبقى 5 في 4 يساوي كام؟ 20 يبقى محيط المربع يساوي ايه؟ طول الضلع في 4 عشان هما 4 ايه؟ اضلاع. تمام كده؟ لو انا عايز اجيب طول الضلع بقى او بقول ايه؟ المحيط ده كله على 4 تاني محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4 طول الضلع يساوي محيط على 4 كده معايا اهي يبقى محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4 طول الضلع بيساوي المحيط على 4 محيط المربع وطول الضلع تمام كده يلا بينا كده بص معايا في الشكل ده معايا كده مستطيل طبعا المستطيل عنده طول وعنده عرض طبعا الطول والطول بيساوي بعض والعرض والعرض بيساوي بعض كل ضلعين متقابلين متساويين فلما اجي اجمع اقول ايه طول زائد عرض وطول زائد عرض فبدل ما اقربهم اقول بقى ايه الطول زائد العرض الكل في 2 يبقى الطول عشان الطول ده قد الطول ده والعرض ده قد العرض ده يبقى الطول زائد العرض الكل في 2 عشان ايه مرتين تمام كده؟ بس كده معايا قانون يبقى محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكل في 2 بعد ما اجمع. الطول بيساوي ايه بقى؟ المحيط على 2 ناقص العرض. والعرض بيساوي المحيط على 2 ناقص الطول. ناخد بقى امثله معايا توضح لي. بيقول لي مربع طول ضلعه 8 سم. اوجد محيطه. ماشي؟ اول حاجه هو اعطيني طول ضلع المربع وهو عايز المحيط. اكتب قانون المحيط، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، طول الضلع اللي هو بيساوي 8 يبقى ال 8 في ايه؟ في 4، 8 في 4 ب 32 سنتي، وما ننساش مع بعض التمييز، يبقى محيط المربع بيساوي 32 سنتي. ناخد مسألة كمان، يقول لي مربع محيطه 28 سنتي، خلي بالك هو جايب لك المحيط. اوجد طول ضلعه. يبقى طول ضلعه بقى بيساوي ايه؟ المحيط على 4، القانون بتاعي، المحيط على 4 وهو كاتب لي الايه؟ المحيط اللي هو 28. تمام؟ يبقى 28 على 4 فيها الكام؟ فيها 7. فيها 7 سنتي، وما ننساش الايه؟ التمييز. يبقى طول ضلع المربع بيساوي 7 سنتي. ناخد مسألة كمان، برواز على شكل مستطيل، بعدها 20 سنتي و 5 دي سي متر. طبعا بعدها ده اللي هو المقصود بيه الطول والعرض. تمام؟ بيقول لي احسب محيطه. أول حاجة أنا لما أجي أجيب المحيط لازم الوحدات بتاعتي تكون شبه بعض. خلي بالك هنا عندك سنتي وديسي. يبقى الأسهل عليك الضرب ولا القسمة؟ الأسهل علينا في التحويل الضرب. فأنا أعمل إيه؟ آخد الخمسة ديسي أحولها للإيه؟ للسنتي. معايا كده؟ يبقى التحويلة بتاعتي هتساوي كام؟ الخمسة في 10 عشان من الديسي للسنتي بضرب في كام؟ في 10. يبقى معايا كده هكتب التحويلة هتساوي 5 في 10 بتساوي 50 سنتي
يبقى مش هتعامل مع 5 دي سي خالص وهخليها 50 سنتي. ارجع بقى للقانون بتاعي بتاع محيط المستطيل، لان البرواز ده يقول لي على شكل المستطيل ده احسب محيطه، يبقى محيط المستطيل بتساوي ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. الطول عندي 50 لان هو كبير، زائد العرض 20 الكل في 2. هبدا اجمع اللي ما بين الاقواس الاول، يبقى 50 زائد 20، 50 زائد 20 هتساوي 70 في 2. يلا بينا كده، 0 بينزل و7 في 2 ب 14، يبقى الناتج بتاعي بيساوي 140 سنتي. يبقى كده محيط المستطيل او محيط البرواز بتاعي بيساوي 140 سنتي، وشكرا.